اجتمع عدد من النواب في ديوان النائب الدكتور حمد المطر وبدأوا اجتماعهم التنسيقي الذي خصص للتوافق في شأن اللجان. وكشف عدد من النواب أن الاجتماع لم يناقش موضوع نائب الرئيس، مؤكدين عدم وجود اختلاف في الاجتماع. وقال النائب حمد المطر: لسنا إقصائيين، والعمل التنسيقي يكون بين أصحاب مشروع واحد. الكلام اللي طلع عنه احنا إقصائيين هذا غير صحيح تمام. انتوا لازم تعرفون ان العمل التنسيقي هو بين ناس أصحاب مشروع واحد وتوجه واحد. حتى أثبت ان احنا مو إقصائيين، احنا ما خلينا الدعوة فقط للي عندنا مشروع واحد، حتى للي كان عندهم مشاكل ضد القرارات الشعبيه والنهج، واللي الشعب الكويتي قبل يعرف بالضبط من هؤلاء، هذول اتصلوا علينا قالوا احنا بنعدل المسار، بنعدل مواقفنا، واحنا معاكم في مشروعكم، مشروع انقاذ بلد. هذا يؤكد ويعزز ان هذا الاجتماع ليس اقصائي. انا لم ادعو ل 48 عضو من الرجال، ولم انسق مع اثنين من الاخوات الزميلتين الفاضلتين، بالعكس أنا اتصلت عليهم إخواني، اتصلت على الأخت عالية الخالد، واتصلت على الأخت الدكتورة جنان بوشهري. خلوني أخلص. اتصلت عليهم إخواني، والدكتور إذن إحنا مختلفين على آلية التنسيق وطبيعة التنسيق وليس الإقصاء، بمعنى أني أنا لم أقصي النائبتين الفاضلتين، والدليل اتصلت عليهم قلت لهم إحنا عندنا اجتماع، شنو ببالكم، شنو التنسيق؟ اختلفنا على آلية التنسيق، والدليل عندما تجاوبت معي العضو المحترم عالية المحترمة عالية الخالد وقالت أنا أصلا رايحة عمرة، أنا ما أقول دعيتها بالاجتماع، أنا أقول نسقت معها وقبلت مبدأ التنسيق، وقالت والله أنا اللجان اللي ودي أكون فيها اللجنة وهاللجنة، أي أن مبدأ التنسيق والاتصال كان مقبول. أنا ما أقصيت، أنا لو أقصي ويسمى أن هذا إقصاء كان أنا تعاملت مع 48 عضو وتجاهلت الزميلتين الفاضلتين، وهذا ما صار. الحكومة يجب أن تأتي مرضية لأبناء الشعب الكويتي ومرضية للنواب، يكونون على قدر عالي من المسؤولية، يعطون مصداقية، يعني أسماء تعطي مصداقية لأبناء الشعب الكويتي أنهم قادرين على حمل هذه الأمالة وأن يحققون تطلعات وأمال أبناء الشعب الكويتي كائنا من كان. اليوم يعني مطلوب أن تأتي حكومة إنقاذ وطني، حكومة نتوسم فيها خير وندعمها، ويشكر سمو رئيس الوزراء اللي استجار لرغبة أبناء الشعب الكويتي ونوابه. كان اجتماع تعارفي، يعني الأخوان الأعضاء يبدون رغباتهم في موضوع اللجان. أعتقد بالنفس الإصلاحي اللي أنا شفته، النفس التوافق اللي أنا شفته، ما راح يكون هناك أي خلاف. إحنا ننتظر فقط تشكيل حكومة جيدة، حكومة كفاءات، وأعتقد راح ننتقل إلى مرحلة جدا 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 جيدة تحقق طموح الناس. جميع النواب اللي حضروا ممكن 35 نائب، لذلك اليوم التنسيق ليس الإسلاميين فقط وإنما نواب الأمة، فالكل بالتراضي الآن انتهى جميع توزيع اللجان بشكل عام، ونسأل التوفيق للجميع. كان أريحي جدا، ممكن عندهم ظروفهم، اللي مسافر واللي عنده ظرف واللي عنده التزام، ما كان في نوع من أي خلاف. لا 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 أبدا، بعض النواب اعتذروا لأن عندهم التزامات سابقة، وكانت أجواء الاجتماع إيجابية جدا وتم التنسيق مع الجميع. هل تم مناقشة عدم حضور بعض النواب؟ لا ما تم مناقشة. هي لجنة عندها راح يكون المالية والاقتصادية إن شاء الله. هذا الاجتماع هو تنسيقي وتعارفي بين خصوصا النواب السابقين والنواب الجدد، وتم يعني الحديث عن اللجان والحديث عن بعض الأولويات إذا اللي عنده الأولويات، وسوف يلحق اجتماعات أخرى بإذن الله. اجتماع اليوم اللي تم هو على تنسيق اللجان الدائمة والمؤقتة. قالوا أن هذا الاجتماع فقط للأغلبية، يعني لا 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 ضمن الأغلبية. ما أدري، كلم عاد صاحب الديوانية، صاحب الدعوة دكتور حمد المرة. ضمن الأغلبية. هل وكان في اعتراض من احنا مجموعه من النواب على 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 باقي الاخوان اللي ما دعوهم للاجتماع، وسجلنا نقطه اعتراض احنا انا ومجموعه من النواب. كان رد فعل ايه بعد الاعتراض؟ لا لا ابدا ولا شيء، الامور كانت سلسه وايجابيه. لا لا انا شخصيا كنت مكلم الدكتور حسن امس، وكان الدكتور مدعو الى هذا الاجتماع، بس هو لاسباب خاصه ما حضر الاجتماع. احنا قلنا اذا ما تبون تحلون الجهاز المركزي، يفترض ان الجهاز المركزي يغير سياسته وانه يحل القضيه، لكنهم معلق القضيه بدون حل، لا بد انه يحل، يا اما يحل القضيه او يحله. فاذا قدمنا رؤيه صحيحه وواضحه وعنده شيء غير سياسته القديمه نحن معه،
لكن معلق القضية وبدون حل ومجمد الموضوع عنده هذا جهاز انتهى صلاحيته.